لو جاوبتي صح هتحطي خلاص معايا، لو ما جاوبناش صح هنفضل واقفين مكاننا. خلاص طيب دلوقتي هبدا معاك. يعني ده رقم ايه؟ اديهم كده اثنين. برافو يا عم، برافو عليك. طيب لو انا جيت اقول لك يا محمد ده رقم ايه هتقولي ايه؟ واحد. برافو، خط خطوة عند الاصل. برافو يا محمد. طيب يا عهد لو انا تلاتة. طب لو انت عايزاه بالحروف يا محمد هتقول ايه؟ برافو يا محمد، خطوة خطوة يا محمد، خط يا عهد، خطوة عند الاصفر. الاصفر عند الاصفر وانت الاصفر. برافو. طب لو جيت يا عهد خمسة. برافو يا عهد، خط خطوة كمان عند الاخضر. وانت يا محمد لو جيت سألتك وقلت لك عد دول هتقول لي ايه؟ أربعة. برافو يا محمد، خط خطوة عند الأصفر. السؤال الأخير هو اللي هيكسب، هو اللي هياخد الجايزة. ده رقم إيه يا علي؟ اتنين. طب لو عايزة أقوله بالحروف يا محمد هقوله إيه؟ اثنان. برافو يا محمد، خط خطوة يا محمد، وأنت يا عهد خط خطوة. يبقى إحنا الاتنين كسبنا. برافو عليكم. يلا مين اللي بعده؟ شاطر. يلا يا محمد تعالي يا أمينة. أنا هسألكوا شوية أسئلة، اتفقنا؟ أول لما تجاوب السؤال صح هتحط خطوة هنا، ماشي يا أمينة؟ طب لو جاوبنا غلط نعمل إيه؟ هنفضل واقفين تحت. خلاص بص يا محمد كده، لو أنا جيت يا محمد قلت لك هو ده رقم إيه؟ هتقول لي إيه؟ بص ده اتنين. طيب الاتنين ده تعرف تقوله لي بالحروف يا محمد؟ برافو يا محمد، خطي خطوة عند الأخضر، ممتاز. طيب يا أمينة لو أنا جيت دلوقتي قلت لك ده رقم إيه؟ هتقولي لي إيه؟ خمسة. برافو يا أمينة، خطي خطوة كمان عند الأصفر. طيب يا محمد هو ده رقم ايه يا محمد؟ ثمانية. طيب يا أمينة تعرفي تقولي لي بالحروف؟ ثمانية. برافو يا أمينة، خطي خطوة عند الأخضر، وأنت يا محمد خطي عند الأصفر. طيب ده رقم كام يا محمد؟ ستة. برافو يا محمد، خطي خطوة كمان. طيب يا أمينة هو ده رقم كام؟ سبعة. برافو يا أمينة، خطي خطوة كمان. طب لو جيت قلت لك دلوقتي يا محمد عدي لي دول هيبقوا كام؟ اتنين. برافو، اتفضل عدي الخطوة اللي بعدها. طب لو جيت قلت لك يا أمينة ده رقم كام؟ واحد. برافو، خطي يا أمينة، برافو. مين اللي كسب؟ أنا هي عايزة الأزرق. اديها الأزرق. برافو يا أمينة.